انا اسمي دكتور عبد العزيز بلال، استاذ ورئيس قسم علاج الاورام في طب اسكندريه. احنا النهارده يمكن في يوم توعيه عن دور الكشف المبكر عن اورام الثدي. مش بس عايز انبه للكشف المبكر عن اورام الثدي، عن جميع الاورام. فرق كبير جدا بين المريض يجي لنا في مراحل متأخرة والمراحل اللي لسه المرم لسه مكتشف بدري جدا، فرق من حيث النتائج واستجابة المريض للعلاج. زي ما بنقول دايما ان الأورام السرطانية هي أورام قابلة للشفاء في معظم الحالات بشرط الاكتشاف المبكر لهذه الأورام. يمكن احنا لغايه دلوقتي بنتكلم عن امراض لغايه دلوقتي هي ملهاش علاج، بس احنا مش واخدين بالنا منها. يعني لغايه دلوقتي احنا بنتكلم على السكر، مرض السكر لغايه دلوقتي ملوش علاج، مرض الروماتيزم لغايه دلوقتي ملوش علاج، الكوليسترول ملوش علاج. انت بتنزل النسبه بتاعت هذه الـ الاورام، لكن مفيش علاج انك انت تقول انا عندي علاج هيقضي على مرض السكر. بعكس بعكس السرطان، السرطان بيعرف ان هو داء قابل للشفاء في معظم الاحوال. يمكن دي الرساله اللي انا عايز اوجهها، ان زي ما هي مسؤوليه على المريض انه يجي في مراحل بدري عشان يكتشف بدري، فهي مسؤولية أيضا على الطبيب إن هو يهتم بالمريض بتاعه، ولو شاكك ما فيش أي مشكلة إنك أنت تروح لأبحاث أبعد من مجرد إنك إحنا ندي مضادات حيوية وي لو شكينا. عندنا دلوقتي الأورام بنكتشفها بالموجات فوق الصوتية، الماموجرام، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي، وكلها حاجات بقت متوفرة في جميع مستشفيات والمراكز اللي موجودة في كل أنحاء الجمهورية. يمكن هي دي رسالتي اللي أنا عايز أوصلها للناس، ما تخافوش، اطلبوا انك انت حد متخصص يكشف عليك لو في اي ذرة شك ان في حاجة. بناخد الخطوة اللي بعد كده عشان نقدر ان احنا نتعامل، وبإذن الله نوصل المريض لبر الأمان. شكرا جزيلا.